أهلا وسهلا بكم في برنامج بدون قيود من قناة الصخرة. الحلقة خاصة جدا لتعزية أهالي شهدائنا ومصابينا وجرحانا اللي في كل مكان دلوقتي، بقى في منهم كتير، بقى في كل بلد. النهاردة في اسكندرية وفي طنطا، قبل كده كان في الصعيد بكل مناطقه، وفي اسكندرية قبل كده وفي القاهرة قبل كده. فاحنا الحقيقة كاتدرائياتنا وكنايسنا أصبحت صيد سمين للإرهابيين، بقت صيد سمين للإرهابيين. وكان في تهديد من داعش من مدة، يمكن شهر فبراير 19 فبراير، قال إن كنايس وكاتدرائيات المسيحيين صيد سمين للإرهابيين، برغم إن الدولة كانت عارفة إن الأماكن دي مستهدفة وإنها صيد سمين يعني قادر على إنه يكسر الوحدة الوطنية، قادر على إنه يكسر برج الحمام. عارفين برج الحمام اللي بيخرج حمام للذبح كل يوم والناس تاكل وتشبع وما تحسوش بأنين الحمام ده؟ الحمام اللي بيستنزف في مصر بقاله سنين وسنين، من يوم دخول الفتح الإسلامي ومن قبل كده. المسيحيين مستهدفين من يوم المسيح نفسه ما اتصلب، والتلاميذ كلهم اتشتتوا في الأرض كلها، والتلاميذ كلهم اضطهدوا لحد الموت، والتلاميذ كلهم ما كانوش بيكذبوا، والتلاميذ كلهم كانوا بيواجهوا، والتلاميذ كان عندهم اللي هو ليه اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، ولكن إن وجدت هنا أنا بأوجد لكم. ما كانوش بيتمنوا الموت ويفرحوا ويزرغتوا في الموت، لأن المسيح بكى يسوع على قبر العازر، والنهاردة أنتوا تسمعوا الحلقة دي الجمعة العظيمة، بكرة سبت النور، بكى يسوع بكى. ليه بكيت وانت عارف انك هتصحي؟ ليه بكيت وانت عارف انه شوية والناس كلها هتزرغت لما يقوم؟ لان الموت وحش قوي، لان الوضع سخيف قوي، لانه صعب قوي انه حد يحتمله. الحقيقة صعب قوي. يسوع بكى، والمريمات كانوا بيلطموا وعيطوا على اخوهم، حتى لو ما بيلطموش بيعيطوا، ما كانوش بيزرغتوا يا جماعة، ما كانوش بيسقفوا يا جماعة، ما كانش حد لا بيسقف ولا بيزرغت. لما استفانوس اترجم المسيحيين ما وقفوش زرغاته، كانوا بيبكوا. الموت مش سهل، الموت مصيبة. فلو صرخوا حقهم، لو بكوا حقهم، والمفروض ان الكل يبكي معاهم، ما يبقوش زي الحانوتية. عارفين الحانوتي ما بيهموش، وهو بيدفن بقلب بارد وبدم ما فيش دم اساسا، بيدفن وخلاص. وممكن يعني لو صاحب مصلحة يقول كلمتين حلوين ولا يقول له ايتين عادي يعني، بس لا دم ولا قلب ولا مشاعر ولا احساس ولا حتى دموع في العين ولا حاجة. عادي، هنعمل لهم مقابر جماعيه يا جماعه، راحوا للسما، بقى عندنا زفه قديسين، ده احنا بقى عندنا سحابه شهود، ده احنا لازم نفتخر، ده اليوم ده اعظم يوم في تاريخ طنطا بحالها، لان احنا بقى عندنا سحابه. انت بتمجد الموت، انت بتشكر في الارهاب، اي نون انت ما عندكش اي حاجه تقولها غير كده، بس حرام يا جماعه، حرام. اصرخ معاهم لو انت حاسس، ابكي معاهم لو انت حاسس. ده يسوع بكى برغم انه كان اندفن خلاص. امال لو كان موجود ساعه موته كان عمل ايه؟ امال لو كان موجود ساعه رجم استفانوس كان قال ايه؟ اذا كان بكى لما عرف ان العازر مات، قال لهم تعالوا عشان احنا حبيبنا نام، وهو عارف انه راح يقومه، لكن لما شاف الباكين بكى معاهم عشان هو قلبه كان مع الباكين، ها؟ وفرح مع الفرحين، افرح مع الفرحانين وابكي مع الباكين. اصدر بني ادمين عندهم مشاعر، يعني هما مش بلاستيك، مش فولاذ زي ما الناس بتقول، مش فولاذ. خلي بالك انا ممكن اسجل قدامك حلقه وابقى فولاذ قوي قدامك، بس في الحقيقه انا ممكن ارقع بالصوت واعيط واصوت واموت نفسي على حاجه انت شايفني انا بطله وانا بكلمك فيها. فممكن تسجل مع واحده ما يتلاها عيل وتلاقيها بطله، وتلاقيها ما يتلاها بنت وتلاقيها بطله وهي بتسجل، لكن في الحقيقه وانت ما بتشوفش دموعها، انت ما بتشوفش قهرتها، انت ما بتشوفش انينها، انت ما بتشوفش حزنها بقيه الايام والسنين، وحتى بعد ما يعدي سنين وتشوف اصحابها بيتجوزوا وتقول ايوه انا زفتها للسما، هي عروسه، بس انا كان نفسي اجوزها انا كمان، يعني اشمعنى انا؟ بيجي لها الوقت ده، هيجي لها، حتى لو قالت قد ما قالت، حتى لو الايمان ملاها، حتى لو الايمان خلاها استحملت، حتى لو الايمان خلاها وقفت تكمل. الايمان اللي المسيحيين بيكونوا فيه ساعه الحوادث دي
بذره ايمان، بذره ايمان لناس كتير تانيين، وربنا بيديهم القوه دي، مش قوتهم خالص، دي تعزيات الروح القدس، ومش عشان بيحبوا مصر رغم ان احنا بنحب مصر، بس ولا حاجه ولا حاجه في الدنيا تعزي ام او ابن عم امه وابوه او الا اذا كان تعزيات من فوق، اسمها روح الحق المعزي. روح الحق اللي هو روح الله، روح الرب الاله اللي بيعزي الناس، لكن لا ناس تعرف تعزي ناس، ولا حد يعرف يعزي حد، ولا اي كلام ممكن يكون غير معزون متعبون كلكم. ونشوف ايوب هو بيقول كده، من الوجع اناس يئنون، نفس الجرحى تستغيث، والله لا ينتبه للظلم. ده داود، ده مين ده؟ ايوب، مش داود. ايوب بقى قال ادخلتنا الى الشبكه، جعلت ضغطا على مطننا، ركبت اناسا على رؤوسنا، دخلتنا في النار، دخلتنا في النار والماء، ثم اخرجتنا. ثم اخرجتنا دي محتاجه بقى ايمان، محتاجه عيون تانية خالص غير العيون اللي احنا شايفين بها الموقف، محتاجه نور، فتحه نور. لما ربنا يفتح بقى يقولك فتحت ليك باب محدش عارف يقفله، هيفتح البصيره، اسمه فتح بصيره، اسمها استناره بقى، محتاج استناره، انت محتاج انه يشوفك، ان انت تشوف بعين الايمان ما سيكون. لو بعين الجسد هتشوف يا نهار اسود ده اللي كان معايا، ده هيبقى تراب، يا انا ازاي، امتى، ليه؟ لكن لو شفت المجد، لو رفعت عينك، حلو قوي ان احنا نفكر كده، بس ما نوصلش لحد التخدير، ما نوصلش لحد التخدير، ما نوصلش لحد المرحله اللي احنا نقول فيها احنا عندنا 15 مليون مسيحي محتاج عايزين يستشهدوا. اللي قال كده يروح سوريا ويروح العراق يكرز هناك، ما يروحش كندا وما يروحش امريكا لو سمحت. يا فضيلة الاب الجميل الرائع الجميل اللي بيعزي شعبه، طالما قلت ان انت في 15 مليون مسيحي للشهادة مستعدين النهاردة يطلعوا، لو سمحت كن انت ورينا بنفسك، ارني ايمانك باعمالك، ما تتكلمش بس، انت المفروض رجل ايمان، انت المفروض رجل صلاة، انت المفروض بقى القدوة بتاعتنا، ورينا ازاي هتجتاز الماء والنار، ورينا ازاي انت رايح العراق وسوريا تكرز للناس هناك، ورينا نفسك. ما تقولش للناس ينتحروا زي الشيوخ المسلمين، اطلعوا انتحروا، اطلع، ده تطرف بس بالنوع تاني، دي ضربة يمينية. اذا كانوا المتطرفين عندهم ضربات يسارية، احنا عندنا ضربات يمينية، والاتنين غلط، الاتنين غلط. ماشي في الدقيقه دي احنا محتاجين نفتكر، احنا ده استعداد للسماء، احنا هنا ليس لنا مدينه باقيه، ان احنا غرباء ونزلاء على الارض، احنا حبه وماشيين شويه ومروحين، مش بلدنا، مش دينيتنا، دي خيمه، ان هلك بيت خيمتنا الارضي فلنا في السماوات بناء غير مصنوع بيد ابدي، بايد ابونا بقى هو عمله لنا، قال انا ذاهب لاعد لكم مكان، ومتى اعددت لكم اتي ايضا واخذكم معي حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. هو قال كده. احنا المفروض ان احنا نترجى المدينة السماوية اللي صنعها وبريها هو الله. احنا هنا قاعدين على انتظار ان احنا نمشي، احنا هنا مستنيين للحياة هي المسيح والموت هو ربح، بس ما يبقاش عندي الخنوع ده، الخنوع لا، قبول الشهادة على اسم يسوع شرف موتي، اما ابقى انا رايحه كنيسه وعارفه ان ممكن يحصل تفجير. كل اللي بيروحوا كنائس دلوقتي على فكره رايحين بنفسيه شهيد، عارفين يعني ايه نفسيه شهيد؟ قالها البابا شنوده مره وهم بيتمنوا الشهاده، يعني من كتر ما مجدوا الشهداء ومن كتر ما عملوا لنا افلام توري لنا ازاي ان الشهاده هي بس اللي بالدم، وهي بس اللي بقطع الرقبه، وهي بس اللي بالذبح والفرم، ومش الشهاده هي الشهاده باسم يسوع والحياه ليل ونهار ليه لحد ما يجي المسيح وتخلص نفسك واخر نفس فيه تكون بتتكلم عنه، دي شهاده بتشهد بحياتك، في شهاده بموتك اشهد بحياتي او بموتي، في ضيق او في رحب، في غنى او في فقر، اشهد بكل الحالات، هشهد في كل وقت، مش لازم اموت عشان ابقى شهيد. لكن للاسف الشديد، للاسف الشديد وصلت لمعلومات الناس وافكارهم ان الشهيد بس هو اللي بيموت بالدم، هو اللي بيموت بحرق الدم، اخباره ايه؟ واللي بيموت كل يوم هو مستني موته، اخباره ايه؟ واللي بيموت هو مضطهد كل يوم ومتبهدل كل يوم، اخباره ايه حضرتك؟ واللي بيموت من الفقر وهو كان المفروض معاه على شهادات ومفروض يشتغل احسن الشغلات، اخباره ايه؟
واللي بيموت من ال... من ال... من التفرقة العنصرية والإحساس بال... بالدنيا أخبار وإيه؟ ممكن يقل إن إسلام ويعيش أحسن واحد، لكن قبل يستحمل كل ده عشان خاطر يستنى اسمه مسيحي، رغم انه احتمال يكون لسه ما عرفش اي حاجة عن المسيح بجد، او لسه ما دخلش للعمق، لكن قبوله واحتماله لكل هذه الالام وهو مستحمل عشان خاطر اسمه مسيحي، دي شهادة يا حبايبي. هو انت لازم تموت بالدم عشان تبقى شهيد؟ ابدا ابدا. لكن نرجع تاني للمقولة اللي قالها البابا شنودة في عزة من العزات، لما تعيش بنفسية الشهيد انت شهيد. هو يقصد اللي انا قلته دلوقتي، يقصد ان انت عايش، ان عشنا للرب نعيش وان موتنا للرب نموت، ان عشنا وان موتنا للرب نحن. هستحمل الاضطهاد عشان انا ده هعتبره شهاده لاسم المسيح، لكن هطلب حقي. هستحمل الضيق عشان انا شايف ان ده لاجل ان انا مسيحي، لكن انا لو ما بقتش مسيحي ممكن الضيق ده كله يتشال من عندي، لكن هطلب حقي. هستحمل كل حاجة بتحصل لي لكن هطلب حقي، وإن ما جاليش ما جاليش، بس إن جالي حقي، حقي إنسان، أنا إنسان كامل جاي عشان أعيش إنسان كامل، مش جاي عشان أضطهد وأتذل وأتمرمط وأتبهدل. قال خلق لكم كل شيء بغنى للتمتع، ليه مسكين بس إن هو في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن أنا قد غلبت العالم. دي ودي بتوعنا الاثنين، حطوهم مع بعض. أيوة في العالم هيكون لنا ضيق، وفي أكتر من كده ضيق، هيكون لينا دي في الجسد. هو طبعا انت فين؟ ان شاء الله تكون فين يعني. هاتلي ارض ما فيهاش الم، هاتلي واحد في اي بلد في الدنيا بيقولك انا فرحان، انا فرحان فرح ما بينتهيش، انا فرح بتاعي ما بيتعكرش. مش هتلاقي الحقيقه، مش هتلاقي في اي بلد، في اي ارض اسمها ارض، والارض ليها لعنه ملعونه، قال لك شوكا وحسكا تنتج ليه كل ايام حياتك. مش قال كده؟ مش قال كده لآدم؟ وآدم ده اللي نشر في الأرض كلها البني آدمين، مش منه خرج كل ده؟ هي الأرض إيه دي؟ أرض ملعون، أرض عارفين قائدها مين؟ رئيس هذا العالم مين؟ عارفين مين رئيس هذا العالم؟ عارفين مين رئيس سلطان الهوى؟ عارفين مين اللي بيحكم ويتحكم في رؤساء العالم وفي الأمم المتحدة وفي كل رؤساء الأرض؟ قتل الناس منذ البدء، اسمه إبليس، اسمه إبليس. عارفين مين بقى الإله اللي بيأمر أتباعه يسفكوا دم البشر ويقول ليشفي غليل أو صدور قوم مؤمنين؟ مؤمنين بإيه؟ مؤمنين بإيه؟ بإن سفك الدماء والجماجم والأشلاء هو الحل؟ الحل لإيه؟ لنشر إله قوي قوي قوي؟ أنت تقدر تروح تقول لبنت أنا بحب غصب عنك والسفه للرب تحبيني؟ هتحبك، هتخضع لك يمكن، هتحبك لا يمكن، هتخضع لك يمكن، هتحبك لا يمكن، لا يمكن. مش ممكن تحب انسان بيتسلط عليك، عايزك للامتلاك، عايزك للتسلط، عايزك عشان يمسكك من رقبتك. اللي بيحبك يطلقك حر، يقول لك مكان ما تكون عايز اللي انت عايز تعمله اعمله، انا بحبك، انا بحبك، بس مكان ما انت تكون عايز تكون روح، بس هستنى احبك برضو، هستنى احبك مكان ما تروح، حتى لو ظلمتني، حتى لو مش شايفني صح. للأسف الشديد الناس مش شايفين، متخيلين ان كل ده بايد ربنا. ده مش بايد ربنا يا جماعة، مش بايد ربنا. الظلم اللي في الارض مش بايد ربنا، الموت اللي في الارض مش ايد ربنا، والاشلاء والدماء اللي غرقت الكاتدرائية والارض والشوارع مش ايد ربنا، مش ايد ربنا، مش ربنا عايز كده. ربنا مش عايز كده على فكرة، ربنا مش عايز كده. ربنا بيقول اريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون، الحق اللي هو يسوع يعني، صح؟ ما قالش نفسي شعب يكونوا أشلاء ويكونوا متقطعين ويكونوا ميتين، ما حصلش. مش ربنا، مش ربنا اللي عايز يقتل الناس، مش ربنا. قتل الناس منذ البدء، مش ربنا. اللي بيفرح في قتل وهلاك البشر، مش ربنا. اللي بيفرح في الصريخ والصوت والعويل، مش ربنا. اللي وقع البيت على أولاد أيوب، مش ربنا. اللي فقر يعقوب، مش رب أيوب، مش ربنا. اللي مرض أيوب، مش ربنا. اللي كسر نفسه، مش ربنا. لكن ممكن نقول بسماح من ربنا، بسماح من ربنا. ليه بقى؟ ليه بقى؟ أنا ما عنديش جواب ليها، لأن ما أبعد أحكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء. ليه بقى؟ ما فيش بني آدم يقدر يقولها لك ولا يجاوبك عليها، لأن مش الحقيقة أنه يقدر يجاوبك، لأن ما حدش يقدر يجاوب، لأن كل إنسان ليه حالة خاصة جدا وملف لوحده عند ربنا. كل شخص فينا ليه حياته، للطريقة اللي يجي بيها، للطريقة اللي يتعامل بيها، للطريقة اللي ربنا عارف يشده ويربطه بربط المحبة ويرجعه ليه. عارفين ليه؟ أصلا محب البشر حتى في الموت، هو اللي قال إن هو يحول كل الأشياء
كل الاشياء تعمل معا للخير كلها كلها، بالسواد ده وبالاشلاء دي وبالموت ده وبالتفجير ده بكل المرار اللي انتوا شايفينه ده بالعذاب ده بالتشويه ده، لان كل الاشياء تعمل معا للخير كلها مع بعضها متجمعه كده، كل الاشياء كلها هتعمل معا للخير للي بيحبوا ربنا، اللي بيحبوه بجد، اللي عايزينه بجد. مش عارفه ليه انا لا اشك في صلاح الله في اختيار الناس واحد واحد، لا اشك في صلاحه ابدا، لكن ما اقدرش اجزم. يعني انت ما تقدرش تجزم وتقول كل اللي ماتوا شهداء، الشهداء بتوعنا احنا بقى عندنا سحابة شهود، ما تقدرش تجزم، ما تقدرش. انت مين عشان تقول كل اللي ماتوا شهداء؟ طب ما مات، بلاش اقول كله، اللي ماشي في الشارع مات، اللي ممكن كان معدي عشان يسرق مات، اللي ممكن كان معدي عشان يروح بيت ما اعرفش ايه مات، اللي واقف يشتغل في شغله اللي منتبه لامواله وحياته مات، اللي واقفه تعمل حراسه ماتت، اللي واقف يحرس الجيت مات، كله مات، كله مات. كلمه مقابر شهداء ومش مقابر شهداء وعندنا اصحاب الشهود دي اسمها، ده اسمها ليه بتشفوا جرح بنت شعبي على عصب؟ انتوا بتشفوها على القرف اللي هو فيه ليه؟ أليس بلسان في جلعاد حتى لا تعصب جراح بنت شعبي؟ مفيش بلسان في جلعاد، ده المسيح هو البلسان. إلا ما سمعت كلمة جامدة كده في 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 الجنازة اللي كانت بالجملة دي كلها، تقول المسيح حق، المسيح نور العالم، المسيح هو الطريق والحق والحياة، المسيح هو الله الظاهر في الجسد. ما سمعتش، سمعت طبطبة كلام. الله يكفيكوا الشر، اي واحد مكان مش عارفه هم تعزوا الكلام ولا ما تعزوش، بس التخدير الروحي ده على راي الهلا ممكن يكون في تعزيه، بس صدقوني تعزيه وقتيه جدا جدا، مخدر موضعي للحاله للوقت ده بس، ومجرد ما هيروحوا البيت هيموتوا نفسهم من العياط ليل نهار، ومش هيكون في تعزيه. لازم يكون في تعزيه حقيقيه من الله، من الروح القدس، من جوه من جوه. في ناس متعزيه، ايوه في ناس، ام ماجي كانت ست مؤمنه متعزيه، مرات عم لمعي ولا عم نسيم ست متعزيه، الناس اللي متعزيين التقال اللي عارفين المسيح حق دولت ناس حلوه. مش انا قلت لكم من كل الامم؟ مش انا قلت لكم من كل الكنايس؟ مش قلت لكم من كل الطوائف ليه ناس؟ مش قلت لكم بالكل ليه ناس ومنقيهم؟ ما تعرفوش. حتى المسلمين اللي راحوا يمكن يكون في منهم حد كان من جوه قلبه المسيح موجود، ما تعرفوش، ما تعرفوش. مش تحيز ابدا ان انا اقول مفيش مسيح، مفيش سما من غير مسيح، لكن ما بقولش في جهنم، ماليش دعوه بجهنم، انا ماليش دعوه، بس السما نفسها الوجود مع المسيح مش هيكون الا باللي حب المسيح. ما هو بقى ما هوش اله رزل الحقيقه. يعني ايه مش اله رزل؟ يعني مش انا مش ما بحبكش، انا عم ما بحبكش، شايفاك نبي وخلاص، او شايفاك يعني ممكن تكون نبي درجه تانية كمان. انا عندي النبي اللي هو الفوره بتاعي اللي هو خير الارض ومش هو ده اللي انا عايزه اتلزق فيه، خلاص روح اتلزق فيه انا مالي، لكن اللي عايزه هيلاقيه، اللي عايزه. هو قال لي اطلبني يجدني، اطلبوني تجدونني، اطلبوني تجدونني. وكمان قال اضيق عليهم لكي يطلبونني، يطلبونني فيجدونني، اذ يطلبونني بكل قلوبهم، بصرخة قلب حزين، بصرخة قلب محتاج، بصرخة قلب مجروح، بصرخة قلب مكلوم، بأنين ملوش حدود، بأي طريقة اطلب هتلاقيه. هو بيقول كمان ان هو بيسمع صلوة المضطر. يعني انا اتزنقت وخلاص، كنت مصممة على عنادي ويعني ماشية شمال ومش عايزة ارجع ابدا، وبقول له لا ابعد عنا ومعرفة طرقك الاوسار، وهو استنى وضيق يضيق يضيق لغايه لما قلت له انا مضطره دلوقتي، انا في سجن، انا في ضيق، انا في جرح، انا في مستشفى، انا بموت، انا حد عندي بيموت، الحقني انا مضطره. فبيسمع كمان صلوه المضطر، بيسمع كمان صلوه المضطر. هو كده، هو ده، هو ده الاله بتاعنا، ده الاله بتاعنا، ده المسيح بتاعنا اللي رضي يتنازل، يتنازل من السماء، من السماء ينزل، تنازل العلي. اسمه العلي، ما اسموش اكبر على فكره، ما اسموش اكبر. لما اقول انا اكبر اخواتي، يبقى في اخوات تانيين اصغر مني واحنا كلنا اخوات لنفس البيت يعني. اما اقول انا اكبر ملك، يبقى في ملوك كتير انا اكبر واحد فيهم. لكن العالي، العالي اسمه الاله العالي، ما قالش انا المتعالي، لكن هو العالي. فرق كبير قوي قوي من الاله العالي
او المتعالي. المتعالي ده اللي بيحاول يرفع نفسه، طالع فوق العالي وعايز يحط كرسي او كواكب العلي لاصير مثل الله. ده ابليس، ابليس اللي عمل نفسه اله، اللي نصب نفسه اله، قال ارفع كرسي فوق كواكب العلي واصير مثل الله. ده المتعالي المتكبر، ده المقيت، ده قتال للناس منذ البدء، ده أكبر. أما الإله الحقيقي اسمه الإله العالي، ويتنازل الرب الإله العالي من السماء لينظر هل من طالب الله، هل في واحد طالبني هنا، أنا هنزل، أنا حاطط ودني أهو، في حد هنا طالبني، حد عايزني، حد بيصرخ عايزني، حد شايفني مش موجود، حد ناسب المصايب دي كلها ليا، مش أنا، بيقول لكم مش أنا، مش أنا، الأكبر هو اللي عمل كده، أكبر، الله هو أكبر، مش الإله العالي، مش الإله العالي، الإله العالي ما عملش كده، وما يعملش كده، ما يعملش كده. نشوف داود، أيوب قال كده، من الوجع يناسوني النون، ناس بتتقطع، بتقن، بتموت، أظن شكلهم في الشوارع يقهر، مش كده؟ ايه رايكم في شكلهم في الشوارع؟ ايه رايكم هم متمددين في الارض؟ ايه رايكم، ايه رايكم في منظرهم كده؟ ايه رايكم؟ انا عايزكم تبصوا، بصوا كده، بصوا كده، بصوا الحمام المذبوح ده، بصوا الدبح ده، بصوا الذل ده، بصوا الناس عامله ازاي، ولا الاعداء ولا العدوان الثلاثي على مصر ولا مذبحه البقر ولا اي حد ممكن يعمل كده. ما حدش يقول لي بقى ده مش الاسلام، لا 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 لا, لا, لا. ما تقولوش احنا جايين مع بعض، خليكم بقى معايا، ما تزعلوش بقى، ما تزعلوش، خلينا بصوا يا جماعه، انتوا بتمسكوا في قنابل وتفجير، او مش انتوا، انا اسفه للمسلمين الكويسين على فكره، جدا جدا، انا عايزه اقول ان في مسلمين كتير جدا انضف واطيب من قادات وناس كبيره وناس عامله نفسها ان بتتمشى على الارض، قالها بتتمشى على الارض. انا عايزه اقول ان في مسلمين هيجوا في السماء منورين، وهتشوفوا بعينيكوا اللي ما كنتوش، العجب بقى، العجب، هتشوفوا العجب ساعتها، وانتوا شايفين ان اللي اسمه احمد ومحمد اللي انتوا ما كنتوش تعرفوا عن قلبه حاجه ده موجود جنب المسيح لازق فيه، ومرقص وحرقص مش موجودين مع الاسف. قال كده انه يعني اولون صاروا اخرون، واخرون صاروا اولون. في قلوب بني ادمين، في قلوب بشر، في قلوب مسلمين. انا بتفرج على الفيسبوك بقالي كذا يوم كده، ناس مسلمين عمالين يقولوا لي ربنا الحقيقي ما يقولش كده، انا مرضاش بك، لو ده الاسلام انا مش عايزه، لو ربنا قال كده انا مش عايزه، الايات بتقول كده، هو نفسه اكتشف ان الايات بتقول كده، هو اكتشف كده، فقال لك لا لا انا مش قابل كده، انا مش قابل كده، انا مش قادر استحمل، انتوا شفتوا كتير قوي، انا مش قادر استحمل. واحد تاني قال لي انا مش عارفه اعزيكي ولا هنيكي، انا كل عيد بدل ما اقول لك كل سنه وانت طيبه اقول لك الباقي في حياتك، اقول لك اعمل ايه، انا عماله ابكي في البيت، اقولي لي اعمل ايه، قلت له ما تعملش اي حاجه، بس اعرف ان الهنا اسمه محب البشر، وان اللي قتل الناس ده اسمه قتل للناس منذ البدء. عارفه ولا مش عارفه؟ قال لي ايوه عرفت. قلت له عارف محب البشر مين؟ قال لي مين؟ قلت له يسوع. قال لي انا بدات اصدق ان يسوع هو فعلا محب البشر، على الاقل اتبعه وما بيقتلوش حد. هيجي واحد بقى يقول لي لا قتلوا في الحروب الصليبيه وقتلوا في المرج، الحروب الصليبيه دي قامت بيها الكنيسه الكاثوليكيه المسروقه مننا، يعني دخل كده ابليس زي ما دخل في كل الكنائس على فكره، مش بس الكنيسه الكاثوليكيه، اللي بيقول لك الكنيسه الكاثوليكيه بس ده كذاب، ده صاحب مصلحه، ده بيطبطب على اي حته تانية عشان مصلحته هناك. الحقيقه ان كل الكنائس اخترقها ابليس، دخل في القاده، دخل في الدماغ. ليه بقى؟ حب يلعب بالناس من جوه، طالما من بره كل ما احطكم الاستشهاد تتساقوا كغنم للذبح ولا هممكم، طب انا اخش جوه ابوظ لكم التعليم، اخليكم مثلا تعملوا اي حاجه تغضب ربنا فيزعل منكم فيحجب وجهه عنكم، فتيجي عليكم ضربات، فلما تيجي الضربات تصوتوا من الضيقه ومن الضغط وما تلاقوش رغاسه، فتقولوا ان الله ده لا ينتبه للظلم، الله ده ايه ده؟ ده إيه ربنا الظالم ده؟ ده مش حاسس بينا خالص. جالي بقى واحد مسيحي اول ما الخبطه ضربت وراح قايل لي كده، انا بدات اشك ان ربنا موجود، ازاي يسمح بكده وعياله كانوا في الكنيسه حاضرين القداس، ازاي يعني ليه سمح بكده؟ انا عايزه اعرف، انا خلاص انا شاكك في كل حاجه. قعدت بقى افهم، بص ما تفهم واحد واحد صعب، انا يمكن ربنا سامح ان انا اعمل حلقه عشان ما يبقاش تفهيم لواحد واحد، انا عميت عيني عميت من كتر ما بكتب طول النهار، مش ربنا يا جماعه، مش ربنا، وما تشكش في ربنا، وما تشكش في صلاح ربنا، حتى في الضيقه دي، حتى في الضيقه الضيقه قوي دي، حتى في اللي ممكن تكون تاديب للقاده على فكره. خليني اقول لكم حاجه مهمه قوي،
في اتنين في صموئيل الثاني الاصحاح 24، روحوا اقروها لو سمحتوا، روحوا اقروا صموئيل الثاني ايه 24، لما الشعب لما داوود اتعنتر واتمخطر وعد الشعب، حاجه مش صعبه يعني، حاجه ما عملش جريمه يعني، ما قالش مثلا للناس تعليم غلط، ما عملش حاجه فجه قوي، ما ضايقش حد، ما عملش تحزب، ما قفلش الدنيا على نفسه، ما كفرش كل مخلوق ربنا، كان بسيط حد الشعب. عايز يقول انا لما هنتصر هنتصر بقوتي، انا الام، انا اللي هنا اللي ما حصلتش، عاد الشعب. بس عاد الشعب كانت النتيجه ايه؟ في صموئيل الثاني الاصحاح 24 في احصاء الشعب، لما داود عد الشعب الرب غضب على داود وقال له كده، اختار لنفسك بقى سبع سنين. على فكره شوفوا، قال له اختار لنفسك رغم ان المصيبه جايه على الشعب. شوفوا ليه؟ لان ده قائد، هو قائد، لما يغلط القائد يحصل ايه؟ الشعب يتحصد. ليه؟ لان الشعب كان عايز ده. لما شاول غلط الشعب اتحصد. ليه؟ لان الشعب كان عايز ده، لان لما رفضوا القضاه اللي كانوا بيحكموا من قبل الله على طول، قالوا عايزين مالك زي كل الارض. قال لهم لو خدتوا مالك عيالكم هتسبى وهتزرعوا لغيركم وهيجرى لكم وهتبقوا عبيد وهيحصل لكم وهيحصل لكم، انا الملك، انا الملك، انا اللي بسود عليكم، عايزين مالك تاني ليه؟ قالوا له احنا عايزين نبقى زي بقيه الاراضي، احنا زي كل يعني، خدوا الملك، خدوا شاول اطول واعرض كتفه، كان اخر اطول واحد في البلد كان لغايه كتفه، بس كانت النتيجه ايه؟ دمار، دمار. 40 سنه لاختيارهم، دمار. خشوا على داوود الجميل اللي هو فتشت قلب داوود ابن يوسف فوجدته حسب قلبي يغضب ربنا باحصائه للشعب، بس عد الجيش بتاعه قال واو انا هنتصر بقوتي بجيشي. فغضب الرب قال له سبع سنين جوع، تهرب ثلاث شهور من قدام اعدائك وابقى في ارضك، تختار ايه؟ تختار ايه بقى يا داوود؟ قال اقع في يدي الله ولا اقع في يدي انسان، لان مراحم الرب كثيرة كثيرة. اترمى داود، اتواضع داود، نزل داود حط بوزه في الارض وقال له اقع في ايدك ما اعرفش في ايد انسان، ولا وبا ولا جيش ولا هروب ولا حاجه في الدنيا، انا اقع في ايدك، اختار انت، اختار انت، انا ما اعرفش اختار لنفسي، انا عملت مصيبه وانا عايزك انت تقف فيها. استنى الوبا يحصد في الناس، ماتوا اكتر من 70,000 راجل من اول دان لبير سبع، وما وقفش الموت وما وقفش الهلاك الا لما شيدوا مذبح للرب، لما شيدوا مذبح للرب. هنا يقول لي ما احنا كنا في الكنيسه والذبيحه والمذبح، الذبيحه هي قلب منسحق، روح منسحق، الذبيحه اذبحوا للرب ذبائح الهتاف، قدموا ذبائح للرب بهتاف بفرح مش بحزن مش بنكد، ربنا مش بيفرح في النكد، ما بيحبش يقعد في المياتم دي، افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. فين مذبح الرب اللي فيه فرح؟ انا كتبت على الفيسبوك الكلام ده وزعلوا الناس، ليه وقف اجتماع المقطم؟ ليه ما كانش كل كنيسه يكون فيها اجتماع المقطم؟ ليه ما كان الشعب فرحان وكان بيقول يسوع 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 يسوع، وكانوا من كل الطوائف ومن كل مكان ومن كل البلاد راحوا عشان يحضروا الاجتماعات دي؟ ليه لما ربنا نصركوا بيها؟ ليه لما الاخوان انزحوا بسببها؟ ليه ما الرب حرر اراضي كتير واراضي كتير عادت؟ ليه وقفتوها؟ مين اللي وقفها؟ حزبه اللي وقفها، حزبه اللي وقف تسبيح للرب، حزبه اللي يوقف تسبيح الرب، حزبه اللي يقفل بق بيسبح ربنا، حزبه. مفيش حد فوق الحساب، مفيش حاجه اسمها لا ياخذ الوظيفه دي غير من الله، لان كتير قوي كانوا في الوظيفه دي واهلاكوا كثيرين. اوعوا تنسوا ان الكتاب بنفسه، انتوا قافلين الكتاب وبتسمعوا كلام الناس زي العصور الوسطى بالظبط، انتوا بتسمعوا بس وعظات لكن ما بتفتحوش الكتاب وتدوروا. روحوا دوروا، روحوا دوروا، شوفوا شوفوا كده. عالي الكاهن، عالي الكاهن كان عنده ابنين اسمهم حفني وفنحاس، كانوا كهنة برضو، العيلة كلها كهنة. ليه؟ لأن ده السبت لاوي اللي بيطلع منه كهنة. حفني وفنحاس كانوا بيزنوا في الهيكل وبياكلوا الذبائح للرب قبل ما يقدموا الذبيحه. حفني وفنحاس كانوا نجسين جدا، كانوا جايبين العار على اسم المسيح جدا. حفني وفنحاس ابوهم عالي الكاهن كان عارف بفسادهم لكن ما وقفهمش، ما وقف لهمش، ما رجعهمش، ما ارهبهمش، ما انذرهمش من خوف ربنا وغضبه. كانت النتيجه ان حفني وفنحاس والشعب والشعب ماتوا، ماتوا كلهم. ولما عرف علي الكاهن بموت حفني وفنحاس الكهنه، ولاد الكهنه،
ها وخدوا معاهم شعب كتير قوي في وشهم. وقع وقع علي الكاهن لانه كان راجل كبير على ظهره بالكرسي فكسرت رقبته، يعني مات مكسوره رقبته. ده الانجيل بتاعكم سجله، ليه حضرتك مسجله لنا في انجيلنا يا رب؟ ليه حطيت العورات دي للناس الجامده قوي دي؟ عشان ده بيحصل تاني وتالت، لان برضو فيه مفيش حاجه اسمها لا ياخذ هذه الوظيفه غير من الرب. ايوه الكهنوت سبط لاوي ربنا اختاره، ايوه، وكهنه ما ياخدش الوظيفه دي غير من الرب، لكن في بينحرفوا في بيضيعوا ويضيعوا معاهم شعب كتير قوي 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 قوي. دي واحده. طيب وبعدين وايه كمان؟ طب وهما اللي حكموا على المسيح مش كان مجمع السنهدريم؟ مش المجمع ده برضو مقدس؟ مش ده كان ناس مقدسين وناس طوائي كبيره وناس قاعدين وناس ماسكين الكتب فريسيين يعني حافظين يعني بيعشروا النعنع والشبت، يعني ناس عارفين الحق والمستحق بالشعره، يعني ناس بيرفكت، يعني ناس يعني حافظه الكتاب، يعني ناس موكولين بخدمه ربنا، هي دي شغلتهم وبياكلوا من خزينه الكنيسه دي او من خزينه المجمع ده، مش هم كانوا كده؟ وايه النتيجه؟ ايه النتيجه؟ قال لك ده رئيس الكهنه ربنا ما حرموش من الرؤيه، وراله ان هذا الشخص هيموت عن الشعب لو فتح عينه، لو فتح كتابه، لو سمع ان هل عذراء تحبل وتلد ويدعى اسمه عجيبا مشيرا اله قديرا ابا ابديا رئيس السلام، لو سمع، لو فهم، لو ارى، لو كانت الغشاوه اتعنت من على عينه، لو كان طالب ربنا زي ما سمعان الشيخ كان طالب يشوفه فشافه فقال انا انت اطلق عبدك بسلام حسب قولك لان عيناي قد ابصرت خلاصك، لو كان مستني ربنا زي حنا النبيه اللي قعد 80 سنه باصوام وفي الهيكل فشافته وفرحت، لو كان عمل كده رئيس الكهنه ما كانش قال لهم يموت واحد عن الشعب وما يموتش الشعب كله، لان ده هيموت عن الشعب، شاف ان ده هيموت عن الشعب. طب ما معروف ان هو جاي مخلص العالم، ما شفتهوش في كل اسفار الكتاب؟ ما فهمتش لما تشوف الرؤيه وربنا ما يحرمكش منها ووريها لك بعينك قمت تفسرها غلط، لان انبياءك مضلون يا شعبي، انبياءك بيضللوك، انبياءك بيشوفوا رؤى على مزاجهم او بيشوفوا رؤى بس بيفسروها لك غلط، او انت حتى لو قلت لهم هيفسروا يبقى فسروا لك الكتاب بتاعك غلط نفسه. وبعدين يعملوا ايه عشان يريحوا دماغهم؟ يخلوا اي حد اي صوت هيقول لك ده غلط، ده ما ينفعش، ده صوته مش ارثوذكسي، ده صوته مش معرفش ايه، مفيش حاجه اسمها ده صوته مش طايفه ايه، في حاجه اسمها ده صوت الحق ولا لا. انت لازم تطلب تشوف الحق عشان تشوفه، اذا طالب ربنا هتسمع وهتشوف، وربنا هيخش من المشارق ومن المغارب، واولاد ابراهيم هيترموا بره، ما عندهوش خياره فقوس، اصله اسمه اله خالق الكل محب الجميع محب البشر، ما بقى مش بقى في شعب الله المهم بس دول اللي انا هختارهم من الارض وبقى كله هحرقه، ابدا ما عملش كده. قبل رحاب الزانيه حطت بس الحبل القرمزي اشاره لدم يسوع من القوه بتاعتها على 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 سور المدينه، فقال لها قالت له استبقي نفسي ونفس اهلي، قال لها كل اللي يخش بيتك مش هيحصل له حاجه، ليه؟ اصل بيت عليه علامه الدم، علامة الدم، زي ما كان كده وهو معدي الملاك المهلك لشعب إسرائيل يقول له من هيحط علامة الدم على العتبة العليا والقائمتين يعدي يعبر الملاك وما يزيش حد فيه، البكر اللي في البيت ده مش هيموت، ليه؟ كل اللي جوه كويسين؟ لا مش كل اللي جوه كويسين، احنا أفلح واحد فينا يعني زي الشوك، أشطر واحد فينا يعني ملتوي عامل زي ده، على فكرة أيوب كان ملتوي، يعقوب كان ملتوي، يعني ما رغم إن أيوب شوفوا قد إيه ربنا بيقول فتشت قلبي داود حسب لقيته حسب قلبي، لكن ياما عمل نفسه أهبل مثلا عند لما حاول يهرب في أخيش ومش عارفة إيه، في حاجات كان بيعملها غلط زينا كلنا بنغلط، إحنا ولا فينا حد عدل ولا فينا حد، كلنا كغنم ضللنا والرب وضع عليه اسم جميعنا، كلنا ضللنا، كلنا عايزين الحرق، كلنا نستاهل القصاص، كلنا مفروض لينا حكم الموت، كلنا، ولا واحد يقول اصل ده قديس واحنا محتاجين قدر. انت غلطان وهو غلطان بس كل واحد حسب اللي وصل له من النور، مش كده ولا ايه؟ خلينا ناخد فاصل بفيديو ونشوف فيه رد الرئيس السيسي، او قبل ما نشوف رد الرئيس السيسي خلينا نشوف تقرير صغنن قد يمكن 1 مينت العالم بيشوفنا ازاي، العالم شايفنا ازاي، العالم شاف الحادثه دي واحده من عشرات الحوادث. الدين اللي هو دين الرحمه
اللي خرج لنا الارهابيين ده مش النهارده مكانه، ومش النهارده، مش هتكلم فيه دلوقتي، هتكلم في الحلقه الجايه. ليه؟ ازاي هو دين الرحمه وازاي بيحصل كده؟ ويا ترى من الدين الكلام ده، ولا الناس طالعين فيها الوهابيين هم اللي ملوهم، ولا المعرفش مين عملوهم؟ الحقيقه ان في مرجعيه مش من الاحاديث بس، لا من القران نفسه. الناس دي واخدها وبمنتهى بتتخدر برضه، تخدير الديني ده مش بس المسيحيين متخدرين دينيا وشايفين ان موتهم ده حاجه جميله جدا وهو ده اللي لازم يحصل عشان يخشوا السماء، لا كمان المسلمين شايفين انهم لازم يموتوا عشان بصوا هي الطرفين اهم، قلت لكم يمين وشمال، واحد شايف انه لازم يموت ويسفك دمه ويتهان ويتذل ويتحصل له ويتمسح في الارض دمه عشان يروح السماء، والتاني شايف انه لازم يقتل ويخلي الناس دي جماجم واشلاء عشان هو كمان يروح الجنه بتاعته. فده شايف كده وده شايف كده، والنظرتين غلط، النظرتين غلط. لو الاثنين دول اتحطوا قدامهم المسيح نور العالم هيمشوا يبصوا لفوق للمسيح، افكارهم قلبهم هيترفع لفوق حيث المسيح جالس. نشوف الفيديو اللي معانا ده ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني عشان اقول لكم ان ده تقرير اللي هو بالناس العالم شايفنا ازاي، العالم شايفنا ازاي بيقول كده، ان ده في حد الشعانين او في حد الخوص بتاعهم او في عيد الحد بتاعهم او في عيد الحد بتاع المسيحيين حصل ان تفجير للكنيستين ومات حوالي، هم كاتبين 49 واستشهاد، ده استشهاد حوالي 49، هم بيقولوا استشهاد على فكره، هم بيقولوا يعني مات 49 وعندنا اكتر من 100 مجروحين. ده تقريرهم هم او ده التقرير المبدئي بتاعهم. بيقولوا ليه الغضب ده كله للمتطرفين؟ بيسال العالم، بيسال ليه الكراهيه دي؟ من اين اتت كل هذه الكراهيه؟ من اين اتى كل هذا الغضب؟ ليه المتطرفين بيغضبوا بالشكل ده؟ ليه عاملين فينا كده؟ ليه عاملين في الناس كده؟ ليه الارهاب اجتاح اوروبا كلها؟ ليه في المانيا النهارده في تفجير ويوم الثلاث كان في تفجير في المانيا؟ وليه بطرسبرج اتفجرت واللي بيفخخوا القطارات؟ وليه بيفخخوا المطارات؟ وليه التفجيرات؟ وليه القتل؟ وليه الجماجم؟ وليه الاشلاء؟ ليه 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 اليساريين او هم بيكاتبين اليساريين بس، ليه الارهابيين او هم عايزين يقولوا ليه المتطرفين مليانين غضب كده؟ ليه الغضب ده جاي منين؟ الغضب ده، الغضب ده جاي من الجحيم، الغضب ده جاي من الجحيم، الغضب ده جاي من ابوهم اللي هو قتال الناس منذ البدء. واستنوني الحلقه الجايه هوريكم الغضب ده كله جاي منين، بدليل، بصوت والصوره، بكل حاجة مكانها. عايز ترجع لها ارجع لها، لازم تعرف تاني. خليني ارجع لكم تاني واقول لكم زي ما ايوب قال ربنا كده، انت مش حاسس بحد وانت مش دريان بينا، واللي بيتوجع بيتوجع واللي بيتألم بيتألم وانت مش هنا خالص. رجع وقال له يا رب بسمع الاذن سمعت عنك والان رأتك عيناي. قال له رب ما كنتش فاهم، تكلمت بعظائم اعلى مني، ما فهمتش احكامك، ما فهمتش طرقك، انا ما كنتش شايف، انا كنت بسمع، لاني كنت كل اللي انا كنت بعمله وكل اللي انا كنت مفكره في نفسي وكنت شايف نفسي رجل الله، وكنت ده انا طلعت ولا حاجه خالص، انا طلعت ما كنتش اعرفك، ده انا كنت بسمع بس عنك، النهارده انا بشوفك، انا بشوفك. قال له كده الان رأتك عيناي، الان رأتك عيناي. انا مش بس شفتك النهارده ومش بس رأتك عيناي، انا هندم وهرفض نفسي وهرفض كل اللي كنت متخيله عن نفسي وكل صلاح اللي كنت شايفه في نفسي. انا كنت بقدم ذبائح عن ولادي بس ومفكر ان انا رجل كامل ومفكر ان انا حاجه ومفكر ان انت ظلمتني ومفكر ان انت وجعتني. اتاريك بتعليني، اتاريك بترفعني، اتاريك بتعلمني، اتاريك بتديني درس عشان ابقى فيك. واتاريك عندك كتير وفعلا عوضوا كتير قوي، عوضوا ضعفين عن كل شيء. يعني لو مثلا انا مش حافظه الارقام دلوقتي، لكن لو مثلا كان عنده 100,000 راس مثلا جمل بقى 200,000، لو عنده مثلا 1000 حاجه بقت 2000، الحاجه بقت ضعفين. لكن الولاد العشرة اللي طلعوا في يوم واحد، العشر صناديق، العشر ولاد بالعشر صناديق بتاعت جوازهم وزوجاتهم، بالاكتر من 20-30 صندوق بتاع ولادهم اللي ماتوا كلهم في يوم واحد، لما هيج الشيطان الهوى الريح اقام الريح فوقع زوايا البيت الاربعه عليهم كلهم، لما ده حصل، ها لما ده حصل
وماتوا كلهم، وشاب عينه القهره دي هو ومراته، شاف تاني ان عياله ربنا قال له عوضك، اداله تاني، وكانوا بنات ايوب اجمل بنات في الارض. تعويض الله لايوب في كل شيء ضعفين ما عدا الولاد. ليه؟ ليه؟ لان اللي ماتوا لم يفقدوا، لم يفقدوا. ما عندناش ما عند ليس موت لعبيدك يا رب، بل هو انتقال. اللي مات ما تفقدش، دي نسمة من الله لا تموت. روح الله لا، روح الإنسان لا تموت. ليه؟ لأنها روح الله من القدير. ليه الحيوان يموت فترجع نفسه للتراب؟ لأنه نفسه جسد. ليه الإنسان يموت فيستنى في مكان ويستنى ليه مكان وهو اللي بيختاره لنفسه وهو عايش؟ لأن الإنسان فيه روح الله، المفروض مش روح الله قدوس بقى، نسمة من القدير خلت الإنسان ده خالد بخلود النسمة دي. فالإنسان يستنى للأبد، إما في مكان اللي هو اختاره مع حبيبه أيا كان شكل حبيبه، إما مع المسيح في حضن المسيح في الأفراح بقى والتسبيح واللي ما بينتهيش ابدا من مديح وهتاف لرب المجد طول الوقت، واكاليل بتطرح وفرح ملوش مثيل، وما لم تراه عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر اللي اعد الله للي محبين اسمه القدوس. الايه دي متاخده كده كوبي بيست في مكان تاني، لكن لما تشوف ايه كوبي بيست تعرف انها مسروقه من الاصل، لان الاصل هو اللي بيبقى بادئ الاول، بعد كده تاخد منه اي كلمه. أيوب رجع ليه ولاده العشرة، أو تعويض بقى رجع له الولاد العشرة تاني، وفي عشرة تاني في السماء، يبقى كده خد الولاد إيه؟ ضعف برضه، يعني خد الضعف برضه، زي ما خد ضعف وضعفين في كل حاجة، كل حاجة رجعت له مرتين، كمان ولاده رجعوا كمان مرة، فهو عنده ولاد فوق بقى عنده الولاد مرتين، لأن إحنا ما بنموتش، كل اللي ودعناهم وبنودعهم ولسه هنودعهم بنستودعهم عند إله قدير، قادر أنه يحفظ ودعتنا لحد ما نلاقيه، وقادر أنه يختار لنا اللحظة المناسبة، وقادر أنه يعلمنا ويكلمنا بجروح بتفجيرات بأعلى صوت، يمكن انطرشنا وما احناش سامعين صوته، فبيعمل لنا صوت، بيسيب، مش بيعمل لنا، مش هو بقى اللي فجر، بيسيب، بيسيب علينا إبليس لما يقول له أليس مجانا يعبدك، ليس مجانا يعبدك أيوب، بل لأنك سيكت حوله من كل ناحية، فاطلقني، خليني أحط إيدي وشوف هيعمل فيك إيه، هيجدف وشك قدامك. يقول له بس ما تلمسش روحه، ما تلمسش نفسه. فيحصل كل البلاوي دي لأيوب، لكن ربنا مراقب المشهد من فوق، زي بالظبط اللي بيعمل بيحط الفضة على النار، زي اللي راجل اللي بيعمل الذهب على النار لا يمكن يغفل عنه، لا يمكن يغفل عنه. اللي بيعمل الفضة لا يمكن يعين ايده من التقليب، ولا يمكن يخليها على النار لحظة زيادة ولا لحظة اقل، لازم يشوف وشه فيها عشان يعرف ان الفضة دي بقت فضة نقية منقاة. فإلهنا اشطر من اللي بيعمل الفضة، واشطر من اللي بيعمل الذهب. إلهنا اسمه ضابط الكل، ضابط الكل، عنده مخرج لكل حاجة، وعنده طرق عجيبة قوي. احنا انا بس مستنية اروح عشان اشوف حاجات، انا عندي مليون سؤال، طبعا مش كل اسئلتك ممكن بيجاوبك عليها، انا عندي حاجات كتير قوي نفسي افهمها. وقال كده ان ننظر كما في المرآة كما في لغز، لكن حينئذ ننظر يعني بوجه مكشوف. هيجي يوم نشوف، هيجي يوم نعرف ليه رب كده، ليه اللي سمحت بكده. في ولاد ليا على قدهم، وكان لازم اخدهم في الوقت ده، زي البستاني اللي بيمشي بين الشجر يلاقي تفاحه استوت ياخدها، يلاقي برتقانه استوت ياخدها عشان الغربان ما تجيش تنقرها. طب ويلاقي واحده عضبانه ومعفنه ومنيله الدنيا بنيله وممكن تغرق الغيط كله دبان ودود يعني فساد، برضه بيشيلها. ايه ده، انت بتشيل المعطبه وبتشيل السليمه؟ قال له يا رب احنا شفنا زوان كتير قوي، يبدو ان عدو راح رمى الزوان ده في وسط القمح الجميل اللي احنا زرعناه. قال اتركاهما ينميان معا لألا تقتلعوهم، تقتلعوا الحنطة مع الزوان. هيجي يوم بقى انا هعرف انقي كويس قوي، وحط القمح في بيضري وحطه في مخزني اللي انا عديتها ليهم من قبل تأسيس العالم، والتبن والزوان والشوائب والشوك حرميهم في النار مع ابوهم اللي هم عاشوا يخدموه. هو ده حصاد الله في يوم من الايام، واللي قريب جدا، واللي النهاردة بيحصد كل يوم، كل يوم بيمشي بين اشجاره ياخد اللي استوت واللي باظت قوي، وهو عارف قوي وإله قدير قوي، وعينه تفحصان في الظلام كما في النور. فليس لبعده أو ليس لأحكامه استقصاء، محدش يقدر يقف ويقول له أنا شايف كده وأنت عملت كده عشان كده، وإحنا هنعمل لهم النهاردة مع بركة بقى عشان هم عندنا بقى النهاردة يوم تاريخي، إحنا هنعمل لهم، هم عندنا سحابة من الشهود.
الشهود اللي هيشهدوا للمسيح من النهارده لاخر يوم في الارض، مش بس اللي بيموتوا بالتفجير، اي حد في الدنيا مش بس اللي بيموتوا بالتفجير. التفجير ده المفروض يتأدب بيه اللي زي داود، اللي زي شاول، بس للاسف بيجي في الشعب. ده تأديب بس للاسف بيجي في الشعب. والشعب الغلبان لما ربنا يسمح بعصايته تيجي وتتمد عليه، عارفين بيعمل ايه؟ بينقيهم بالواحد، بينقي اللي استوى صح واللي خلاص ما فيش منه اي فايده خالص، عشان اللي لسه في فايده منه يقول كده اتركها هذه السنه ايضا، انقب حولها واضع زبلا. ليه يا رب؟ ليه دي ما فيش منها فايده؟ دي حبه ورق كده بس، حتى ما فيها تينه واحده. اصل انا شايف ان ممكن لو سبتها كمان سنه وشافت كل البلاوي دي حواليها يمكن تصرخ وتطلب ربنا، يمكن تعرف ان انا مش قتل الناس منذ البدء، يمكن تعرف ان انا مش في الطبطبه دي، انا اله قوي قدير، صوتي يزلزل الارض، انا اقدر اعمل كل حاجه، انا ليه في الموت مخارج، حتى الموت ليه فيه مخارج. انا قبل ما هختم الحلقه دي هديكوا واحده ادت مثال للناس اللي هم اهالي الشهداء. انا قلت لكم ان في واحد، عشان بس ما نقولش احنا بنفرح بالحالات دي واحنا عايزين كده واحنا عندنا 15 مليون عايزين نشوف. في واحد انتحر يا جماعه، في ايه؟ في واحد علق نفسه على الحبل مشنقه لما اخته وامه ماتوا. في حاجه اسمها الرحمه حلوه، مش كلهم، مش كل الناس قامتهم عاليه جدا كده. لكن بنشوف زوجة حارس الكنيسه عم نسيم، تشوف زوجة عم نسيم والايمان والهدوء والسلام والادب اللي عنده عندها وعند ولادها والاخلاق الحلوه والمسيح اللي في بيتها. ونشوف الست دي ادت درس مش لعمر اديب بس، لكن لملايين المسيحيين، وقالت كده للكل: انت يا ابني مش فاهم، فكر تاني، فكر تاني يا ابني، انت مغيب، مغيب يا اللي بتفكر تقتلنا. يا كل واحد بتفكر تقتل، بتقتلنا ليه؟ احنا غلابه قوي، ده احنا حبه لحم على دم، يعني تموتنا هنموت، مش يعني هنعمل لك ايه يعني؟ وانت كمان بتموت، طب انت بتموت ليه؟ ليه يا غبي تموت في غير وقتك؟ ليه تفجر نفسك في ناس ما عملولكش حاجه؟ ليه انت تضيع نفسك وتضيع فرصتك؟ مفيش حريات، مفيش حريات، مفيش حريات، خدعه خدعه خدعه. وقف قالوا مفيش يا عم حريات، صدقني. نشوف مرات عم نسيم ونشوف لقاء يستاهل يتشاف قوي، ونشوف قد ايه كنيستنا اللي هي كنيسه الممتده على طول الارض وعرضها، الكنيسه اللي فيها المسيح، حتى لو كان القاده مزعلني او مضايقني، او حتى انتوا شايفينهم في كتير جدا ناس غضبانين دلوقتي على القاده وعلى بعض الكنائس وعلى بعض الاسس، على بعض الطوائف، كل غضبكم ده حطوه على جنب، واعرفوا ان الهنا نزل يرعى شعبه بنفسه، وان ليه ناس في كل حته وفي كل مكان وفي كل كنيسه. والثمره المستويه اللي انا بتهيألي ان عم نسيم واحده منهم، لانه ربى ابن جميل وست زي الفل، اعتقد ان الله الهنا بياخد الثمره اللي استوت، وبياخد كمان الثمره العضبانه اللي قتلت عم نسيم اللي مفيش منه اي فايده. ربنا طبعا ما قالوش روح فجر نفسك، لكن هو عملها في نفسه. لكن الهنا بيعمل ايه؟ قلنا كل الاحداث تنصهر في بوتقه واحده، وفي الاخر تطلع منها عمل لمجد اسمه مهما كان شكل العمل. نشوف مرات عم نسيم. انا في الكنيسه، قالوا لي ده احنا فوجئنا ان في يعني في المرقسيه حصل انفجار واحنا عايزين نطمن عليه. طبعا كان بالنسبه لي انا مفاجاه ليا، جيت احاول اتصل برضو ما فيش، هم مش عارفين يتصلوا بيه. طبعا هنا بستقبلت، ابتديت استقبل الخبر، فوجئت بعد كده كل اخبار بتجيني ما كنتش عارفه عنه اي حاجه. اللي يقولوا لي ده في مكان، اللي يقولوا لي ده احنا مش لاقيينه، اللي يقولوا لي ده احتمال يكون في اشلاء، يعني ما بقتش عارفه. اللي جالي بكده اعصابي مشدوده ومش عارفه اتصرف ازاي. بس فين الاخر عرفت الخبر متاخر خالص، طبعا ان هو طبعا انا كنت طبعا اتاكدت قوي لما شفت المنظر في التلفزيون ان هو استشهد. طبعا حضرتك شفتي نفس الفيديو اللي احنا شفناه ده؟ بالظبط بالظبط، لاني كان نفسي حد يطمني، كنت منهاره ومش عارف هو هل هو يعني ميت اشلاء. انا لا، هو المنظر انا عرفت انه مات، بس هل هو اشلاء، هل هو فين، مش عارفه له عنه حاجه. بس لما عرفته في الاخر انه هو في المشرحه وكده، انا خدت الخبر. طبعا كان صدمه بالنسبه لي، بس النهارده تعزيت جامد جدا.
اتعزيت النهارده طبعا، هم في راف الكنيسه بتاعت دير مريمينا الصلاه. احساسي بقى انا فرحت، لان هو لو كان اتوفى عادي كان زي اي انسان هيتدفن وهيتصلى عليه الدفن، لا ده هو كان في فرحه عظيمه، فرحة عظيمة. يعني مش عارفة اقول لك، انا يعني بالرغم ان انا كنت يعني متعزية عزة جميل، ان انا شايفة بتركة يعني سقفة، حاجة في منتهى الجمال، حاجة في منتهى الجمال. الناس بتزغرت، الناس بتزغرت، الناس متعزية، وانا فرحانة بيه، فرحانة بيه من ان هو شرفني، هو مشرفني في حياته وشرفني حتى في مماته، شرفني بتربية عياله الجميلة، واحد خريج سياحة وفنادق، واحد خريج هندسة، انسان يعني هو تعب معاهم وعوضني واداني حاجة كويسة، اداني ثمرة ليه بعد حتى وفاته، انا معايا ولدين متشرفة بيهم. طوبى لاناس عزهم بك طرق بيتك يعرفون. والايمان بقى اللي عند الناس التقيل ده بيتقال عنه كده، الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، حلو الإيمان قوي، بس بلاش يرتقي لمرحلة اللي هي الناس بتزرغت والناس بتسقف في الأموات. الناس لا بتزرغت ولا بتسقف، حتى لو حصل دوت يعني من كتر قهرة القلب عشان ما نصرخش، فبس ده مش القاعدة. القاعدة إنه بكى يسوع، القاعدة إنه بكى يسوع، ويسوع مش فرحان بالتفجير وفرح عظيم في السماء عشان سحابة الشهود، لكن ده المسيح بيبكي علينا، بيلمنا واحد واحد، بس دموعه نازله علينا زي ما بكى على العازر بالظبط. دموعه نازله لان عزيز في عيني الرب موت قدسيه، عزيز في عيني الرب موت قدسيه. افتكروا ايام بابا كرولوس لما كان يقول لواحد ارجع اجري لان لازم تشوف امك النهارده، فكان يقول له ليه يا سيدنا بلاش اروح النهارده، كان يقول له يا ابني امشي اسمع الكلام. في الاخر خالص يروح وينام، ياكل من ايدها وتفرح بيه وينام في اليوم دوت وهو جنبه وهو جنبها، ويصحى الصبح يلاقيها راحت السما، فيقول له رجع يقول له يا سيدنا انت خليتنا نروح لها ليه؟ قال له لانه عزيز في عيني الرب موت قدسيه يا ابني، لانها كانت عايزه تشوفك، لان دي كانت، لان شهوه الصديق تمنح، لان الهنا عظيم، لان الهنا قدير، لان احنا لينا كرامه حتى واحنا بنموت، حتى لو بنموت اشلاء لينا كرامه وكرامتنا محفوظه، بس ما مش مفرح ربنا ولا حاجه، مش مفرح ربنا اللي بيحصل ده ابدا ابدا. واللي يقول لكم ان ربنا فرحان والسماء فرحانه شكوا في كلامه، شكوا في كلامه، واعتبرونها انها طبطبه لاي مؤسسه من مؤسسات الدوله او لنفسه او للكرسي اللي هو قاعد عليه. لكن الهنا حزين علينا وزعلان على اللي بيجرى لنا، وبيحاول يلم مننا كل الطرق بكل الاشكال حتى في الموت، لان اسمه انه ليه حتى في الموت مخارج. اشكركم والى اللقاء في الحلقه الثانيه عشان نعرف بقى ليه الارهابيين او المتطرفين، هم قالوش الارهابيين في الفيديو الاجنبي، هم قالوا كده ليه المتطرفين مليانين كره وغضب كده، هنعرف في الحلقه الجايه ليه هم مليانين غضب كده. اشكركم والى اللقاء في الحلقه الجايه. اي تعليق اي استفسار هيظهر على الشاشه، التليفون والفيسبوك والايميل، ارسلونا كلمونا قولوا لنا يعني رايكم في الحلقات، عايزين حلقات من اي نوع، واشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله في نفس الميعاد.